بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الثانوية العامة وحوش المذاكرة، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جايبين لكم حتة فيديو كده شوكولاتة، والله والله شوكولاتة. عامل لك فيه خلاصة الثلاث وحدات مهارات، خلاصة مهارات الثلاث وحدات، الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة، في ورقتين اتنين، ورقة وش وظهر واحد، وهتلاقي اتنين تحت منها. والسلام عليكم. البهاريز الشوكولاتة كلها بتاعت الموضوع كله، بس وصيتي ليك حضرتك تركز وتذاكر وتتجدعن وتشوف مصلحتك. على فكرة، كون ان انت قاعد تلم ورق وبس وخلاص وتذاكر منه كده بعينك ما انصحكش بيه. حضرتك لازم تكتب الحاجة بايدك وتذاكرها كويس وتلخصها، الله يكرمك. انا بقى عملت لك الموضوع ده، بس عايزك لو سمحت التعريفات تذاكرها لي كويس وتحاول ان انت تكتبها بايدك كده. ليه؟ هو ده اللي بيجي منه أسئلة الامتحان وش، وكمان هأكد لك عليه في الحاجات المهمة جدا والحاجات اللي مش مهمة قوي يعني. خد يا باشا، أول حاجة احنا معانا خمس مهارات هنشرحهم في الثلاث وحدات، خمس مهارات النهاردة في الثلاث وحدات. إيه يا عم المهارات الأولى؟ المهارة الأولانية إيسي رايتنج، كتابة المقال. تعريف المقال إيه عشان لو سألك عنه؟ أن إيسي إز هو a short formal piece of writing، قطعة كتابية رسمية قصيرة. which deal، لا خليها لي deals، احط لها اسم. which deals with a single subject، والتي تتعلق بموضوع واحد، هنا ناقص حرف يو، بتتعلق بموضوع واحد او بتتكلم عن موضوع واحد. ده تعريف الاسي. طب انواع الاسي، علشان بيسألك عليه كتير. اول نوع من انواع الاسي الاكسبوزيتري، الشرحي او التفسيري. المقال الشرحي او التفسيري لو سمحت هتلاقي في تعريفه explains، لما تلاقي explains اختار expository، يعني الشرح او التفسيري. and illustrates something، وبيوضح حاجة. تاني حاجة البرسويسيف الاقناعي، لو سمحت هتلاقي في التعريف بتاعه persuade، يقنع the reader، القارئ، to support the writer's point of view، وجهة نظر الكاتب. بعد كده الجدلي الارجيومنتاتيف، اللي هو two points of argument، بتحط نقطتين او نقطتين جدال او نقطتين عليهم نقاش او حجة، about a single subject، عن موضوع واحد. يعني ناس مثلا بتتكلم على ان الانترنت وحش، وناس تانية بتتكلم على ان الانترنت حلو. انت بقى شغلتك ان انت تروح طارح وجهتين النظر في المقال ده، اسمه الارجيومنتاتيف. فلازم يبقى التعريف بتاعه فيه two points of argument. طيب الناراتيف الروائي او القصصي، هتلاقي في التعريف بتاعه aims to tell a story، بيحكي قصة. الديسكريبتيف الوصفي، هتلاقي في تعريفه كلمة describe، aims to، يهدف الى، describe انه يوصف a place، مكان، person، شخص، or something، او حاجة. اخر حاجة الopinion، مقال الرأي. مقال الرأي ده expresses and supports opinion، بس هتلاقي opinion في الopinion، هتلاقي بيعبر عن ويدعم رأي معين. طيب نيجي بقى لي، احنا كده قلنا اول حاجة اهو تلخيص سريع جدا للإيسي رايتنج. عايز تفاصيل ارجع لورق المهارات عندك، انا كنت رافعه لك مع اول مع تاني محاضرة. يبقى انت بتتكلم دلوقتي على، او كنت رافعه في اول محاضرة. الجزء الثاني معايا بقى parts of an essay، اجزاء المقال. انت عرفت انواع المقال فوق. المقال بيتكون من ايه يا مستر؟ المقال بيتكون من اربع اجزاء. اول جزء فيه تايتل، العنوان. ايه تعريفه؟ the first thing of an essay، اول حاجة في الاسي. it helps the reader، بيساعد القارئ to predict the content، ان هو يتنبأ بالمحتوى بتاعك. بكتب مقال مثلا عن global warming، هكتب له العنوان global warming، فهيعرف انا بتكلم عن ايه في المقال من العنوان. طيب بعد كده الجزء الثاني في المقال ايه؟ introduction، المقدمة يا مستر. ايه الانترودكشن؟ ذا فيرست باراجراف، الفقرة الأولى اوف ذا ايسي للمقال. ات هاز فور بارتس، ولها أربع أجزاء. المقال المقدمة بتتكون من أربع أجزاء. ايه أجزاء المقدمة؟ أهم. اول واحد واهم واحد الهوك، ورابع واحد ده التيسز الاطروحة، دول اهم اتنين. يعني ممكن الفوكس سنتنس والباك جراوند دول ما يكونوش مهمين، او ممكن ما يجيلكش فيهم اسئلة، لكن المهمين وبيجي فيهم اسئلة الاولاني ده والرابع اهو. الاولاني مين؟ اول جملة في المقدمة اسمها الهوك او الخطاف، او اسمها اتنشن جرابر، جملة لفت الانتباه. شغلتها ايه او وظيفتها ايه او تعرفها ايه لو جت في الامتحان؟ grabs the reader's attention، بتشد انتباه القارئ. طيب الجملة التانية في المقدمة focus sentence، جملة الموضوع، اللي هي the topic، الموضوع او العنوان، written in a meaningful sentence، تكتبه لي في جملة مفيدة ذات معنى. الباك جراوند، الخلفية المعلوماتية، انت information، معلومها كده بتقولها.
معلومه بتقولها انفورميشن نيدد، المعلومه المطلوبه تو انكريز ذا ريدرز اويرنس، علشان نرفع وعي او ادراك او معرفه القارئ. بعد كده التيسز اللي هي الجمله الثانيه المهية اهم جمله في المقال، اصلا اهم جمله في المقال كله، جمله التيسز اللي هي جمله الاطروحه او الفرضيه، ذا موست امبورتنت سنتنس ان دي اس اي، اهم جمله في المقال كله. ايه هي بقى؟ بتقدم الاطروحه، ذا رايترز بوينت تو بي ميد ان ذا اس اي، وجهه نظر القارئ اللي هيتكلم عنها في المقال كله. بعد ما خلصت المقدمة ادخل على البادي، وممكن ما يكونش اسمه بادي كمان، اسمه بالك، يعني المتن او الموضوع او الكتلة. ايه بقى تعريفه؟ ايه البالك ده او البادي؟ ذا باراجرافز، الفقرات، which support the thesis، اللي بتؤيد وتدعم جملة الاطروحة اللي انت كاتبها فوق. يبقى اصلا جملة الاطروحة دي انت بتقول انت هتتكلم ايه في المقال. بقية المقال بقى قاعد يعمل ايه؟ قاعد يدعم ويؤيد ويثبت وجهة نظرك اللي انت قلتها فين؟ في الاطروحة. It has two parts، والبادي بيبقى له جزئين رئيسيين. الجزء الاولاني في البادي يا ابطال التوبيك سنتنس، جملة الموضوع، اللي هي ذا فيرست سنتنس اوف ايتش باراجراف، اول جملة في كل باراجراف بادي. It introduces the main idea of the paragraph، وشغلتها انها تعرض الفكرة الرئيسية للباراجراف. طب بعد كده الجزء الثاني في البادي ايه؟ بعد التوبيك سنتنس اكتب له سبورتنج ديتيلز، التفاصيل بتاعه الباراجراف بقى، اكتب له فيها ديتيلز، تفاصيل، اكزامبلز، امثله، اند فاكتس، وحقائق، ويتش سبورت ذا توبيك سنتنس، اللي بتدعم وتسند جمله الموضوع التوبيك سنتنس اللي هي الاولانيه اللي في البادي، هي التوبيك سنتنس دي. طيب بعد ما اخلص البادي اكتب ايه؟ اكتب الكونكلوجن، الخاتمه. ايه الخاتمه اللي في المقال؟ عباره عن ايه؟ اللي هي ذا لاست باراجراف اوف ذا اي سي، الفقره الاخيره في المقال. It summarizes، تلخص، and paraphrases، وتعيد صياغة the whole topic، الموضوع كله. It has three parts، وبتتكون من ثلاث أجزاء الخاتمة، ثلاث جمل. جملة، أجيب جملة الفوكس اللي أنا كنت كاتبها فوق دي أهي، جملة الفوكس بتاعة المقدمة فوق أهي، الفوكس سنتنس دي، وأعيد صياغتها. إزاي أعيد صياغتها؟ أكتبها بصيغة تانية أو بشكل تاني. اهو paraphrased focus، يعني جملة الموضوع معاد صياغتها. وparaphrased thesis، فاكر جملة الاطروحة اللي كانت فوق عندك اهي، جملة الاطروحة اللي كانت هنا دلوقتي اللي كانت في اخر المقدمة، اكتبها تاني بس معاد صياغتها، يبقى تعيد صيغة جملة الموضوع وتعيد صياغة جملة الايه؟ الاطروحة. واخر حاجة تكتب جملة challenge، يعني تحدي. يعني ايه جملة التحدي يا مستر؟ جملة التحدي هي دعوة لاتخاذ اجراء معين، بطلب من القارئ انه يفكر معايا، بقول رأيي للقارئ، بقول ان الحكومة مفروض تعمل كذا، بقول ان احنا مفروض نتخذ اجراء معين. التشالنج، جملة التحدي، هي اخر جملة في الموضوع كله واخر جملة في الخاتمة، والغرض منها دعوة لاتخاذ اجراء معين او دعوة للتفكير او بطرح فيها رأي. تمام، دي تشات كده. خلصنا والله، كده خلصنا موضوعين اهم. الموضوع الاول كتابة المقال بانواعه، وعندي بعد كده النوع الحاجة التانية اللي هي اجزاء المقال نفسه بيتكون من ايه. طيب بعد كده في الوحدتين اللي بعد كده يا مستر عندنا تالت حاجه بنتكلم عليها، ذا سبيتش، الكلمه او الخطبه. الكلمه او الخطبه، ايه الفرق بين الكلمه والخطبه والمقال؟ ايه الفرق بينها وبين المقال؟ المقال ايسي هو حاجه مكتوبه، انما السبيتش او الخطبه فيربال او اورال، يعني شفويه او لفظيه بنقولها بالبق واحنا واقفين قدام الناس، بنخطب في المساجد او بنلقي كلمه في مدرسه او في اي حته او قدام ناس، الكلمه او الخطبه. طيب تعرفها ايه الخطبه دي؟ ذا سبيتش از، الخطبه او الكلمه، a verb presentation، غلط، a verb حط لها ايه؟ ال، a verbal، a verbal presentation، يعني عرض لفظي او شفوي meant to achieve a goal، الغرض منه تحقيق هدف. طيب اجزاء الخطبه عباره عن ايه؟ زي المقال، نفس اجزاء المقال، مقدمه وموضوع وخاتمه. طب المقدمة بتاعت الخطبة عبارة عن ايه؟ الانترودكشن، انتروديوس يور سيلف، تقدم فيها نفسك وتقول لنا انت مين، وستارت ات وذ ا كاتشي اوبننج، وحاول ان انت تبدأها بكاتشي اوبننج، يعني افتتاحية ملفتة للانتباه، تحاول ان انت تخلي المشاهد بتاعك او اللي بيسمع الخطبة بتاعتك ينتبه ليك. طب البادي بتاع السبيتش او الكلمة لما اخش في الموضوع بتاعها، الموضوع عبارة عن ايه؟ البادي الموضوع عبارة عن ان انت اكسبوز يور ايدياز، حضرتك بتطرح في افكارك، اكسبوز يعني يعرض، تفشي افكارك وتعرض افكارك، اند يور ارجيومنتس، والحجج بتاعتك،
عندك حجج تقولها في الموضوع بتاعك اتفضل اعرض في البادي. طب اختم المقال، وانا بختم المقال هقول ايه وانا جاي اختم المقال؟ طبعا لازم تلخص اللي انت قلته، يعني انت دلوقتي المقال قلته وقلت الافتتاحية بتاعتك المقدمة وبعدين قلت الموضوع بتاعك، لازم في الخاتمة زي ما كنت بتعمل في الخاتمة بتاعت المقال كنت انت بتقول ايه، بتلخص اللي انت قلته فوق. نفس الحكاية بالنسبة للايه، للخطبة بتاعتك لو انت عايز بتختمها لازم تلخص فيها اللي انت قلته برضه. ادي يا باشا الخاتمة اهي كونكلوجن، شغلتها سم اب، حضرتك تلخص your ideas افكارك and express your final opinion وتعبر فيها عن رأيك النهائي. خلصنا يا باشا من الخطبة والكلمة. تعال بقى عندنا في بعد كده the news story، الخبر، الخبر الصحفي او اللي احنا بنقول عليه التقرير الاخباري. ماله ده؟ ده علينا. اه والله علينا. اولا ايه هو تعريف الخبر؟ نيوز. ايه الخبر؟ الخبر عبارة عن up to date noteworthy information، يعني معلومة حديثة جديرة بالملاحظة، محتاجة اهتمام، يعني الناس هتهتم بيها اول ما تقولها لهم الناس هتهتم بيها، معلومة جديدة او حديثة جديرة بالملاحظة والقراءة. طب الخبر اول حاجة في الخبر فيه ايه؟ عندنا في الخبر الهيدلاين، يعني العنوان الرئيسي، العنوان الرئيسي. اه العنوان الرئيسي في الخبر طبعا the most important، اهم and catchy item، عنصر، اهم عنصر واكثر عنصر ملفت. ممكن واحد يشوف العنوان الرئيسي للخبر يكمل قرايته، وممكن واحد يشوف العنوان الرئيسي يقول والله ما انا قاري. the most important and catchy item of the news، هو اهم واكثر عنصر يشد الانتباه في الخبر. طيب وظيفته ايه؟ it indicates، يشير الى او يحدد the story content، المحتوى. كلمة story هنا مش معناها قصة، كلمة story هنا معناها خبر. the story content هو اللي بيحدد محتوى الخبر، الخبر فيه ايه. طب بعد العنوان الرئيسي عندك ايه؟ عندك بقى مطلع الخبر اسمه lead، L-E-D-E او lead L-E-A-D، الاتنين صح، معناها مطلع الخبر او مقدمة الخبر، يبقى مش introduction. عندك في الخطبة وفي المقال اسمها introduction، انما الانترودكشن بتاع المطلع بتاع الخبر الاخباري او بتاع الاخبار اسمه lead. طب عبارة عن ايه ده؟ the first paragraph of a news story، ده اول فقرة في الخبر. طب بيعمل ايه ده؟ it gives the most important points of the news story، بيديني اهم نقاط في الخبر الصحفي. جميل جدا. طب فاضل حاجة، فاضل حاجة مهمة جدا في الموضوع بتاع الاخبار ده، حاجة اسمها the strategy of the inverted pyramid، استراتيجية الهرم المقلوب. الهرم المقلوب يعني ايه يا مستر؟ الهرم المقلوب يعني بدل ما نعمل الهرم كده زي الناس نعمله مقلوب. يعني ايه بقى وازاي ايه اللي هيجيب الهرم المقلوب في الاخبار؟ انا اقول لك استراتيجية الهرم المقلوب دي، قال لك ان انت the most important information، الاخبار المهمة جزء at the top، حطها لي فوق. ابدأ الخبر بالكلام المهم والتفاصيل حطها لي تحت. ليه؟ لان الناس ما عادش عندها خلق تقرا، الناس ما عادش عندها خلق ان هي، الناس مشغوله والناس في اكل عيشها والناس 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 مش عايزين نقعد نرغي. لكن انت بتتبنى الاستراتيجيه دي وانت بتكتب الخبر ان انت تحط لي المهم فوق. The rest is mentioned والباقي يذكر in the remaining part، في الجزء المتبقي. هي دي استراتيجية الهرم المقلوب في الخبر، ان انت تكتب لي المهم فوق والتفاصيل تحت منه، بحيث لو القارئ مش عايز يكمل قراية يكون خد الخبر او خد غالبية الخبر واستفاد منه وخلاص. تمام. يبقى احنا كده خلصنا كم نقطة لغاية دلوقتي ابطال؟ اربع نقط. كتابة المقال تمام بانواعه، وبعد كده انزل لي على مكونات المقال رقم 2، دول في صفحة. رقم 3 اديتك الكلمة والخطبة، ورقم 4 اديتك الخبر الصحفي، ورقم 5 معاك يا بطل العبارات الانتقالية، علشان في ناس بتشتكي انها مش فاهماها. بص يا باشا، انا دلوقتي العبارات الانتقالية دي عبارة عن كلمات بحطها في وسط الجمل لها غرض. في بعض العبارات الانتقالية الغرض منها اديشن، الاضافة، عايز معلومة اضيف عليها معلومة، معلومة زائد معلومة اضافة، يبقى بستخدم and و، بستخدم as well as يعني ايضا، in addition بالاضافة الى ذلك، وان addition to يعني بالاضافة الى، moreover علاوة على ذلك، for example على سبيل المثال، for instance على سبيل المثال، furthermore يعني علاوة على ذلك. لما يسألك في حد من دول ويقول لك الرابط ده بيستخدم للتعبير عن ايه، قول له addition الاضافة.
طب انواع الروابط التانية، في روابط بقى تعبر عن التناقض. يعني ايه التناقض؟ معلومة عكس معلومة، معلومة عكس معلومة. بيقول لك هو بخيل بالرغم ان هو غني، او هو غني لكنه بخيل. التناقض يعني كونتراست. مين اللي مستخدمين فيهم؟ بات وهاويفر ويت، التلاتة معناهم لكن او مع ذلك، لكن او مع ذلك. طب الباقيين although وthough وeven though وdespite وin spite of وin contrast ونeverthless، كلهم معناهم بالرغم من. لو شفت حد من دول وقال لك الرابط ده بيعبر عن ايه، تقول له contrast، التناقض. طيب في روابط تانية بتعبر عن الغرض. انت بتروح المدرسة ليه؟ والله لكي اتعلم. كل الستة دول معناهم لكي. ايه رأيك بقى؟ الستة دول معناهم لكي، بيعبروا عن الغرض. to وin order to وso as to لكي، بيجي وراهم المصدر. so that وin order that وin the hope that برضو معناهم لكي، بس بيجي وراهم جملة، فاعل زائد كان او كد زائد المصدر. لو حد من الستة دول شفته في سؤال وقال لك لو سمحت الكلمة دي بتعبر عن ايه، قول له purpose، الغرض. طيب نيجي على الرابع حاجة فيهم، او الروابط المستخدمة في cause، السبب. وممكن ما تبقاش cause، تلاقيها reason، cause او reason. اي رابط من دول يعبر عن السبب. اشهرهم because وsince وas، التلاتة معناهم لان. وبعد كده because of وdue to وowing to وthanks to، الاربعة دول مش معناهم لان، معناهم بسبب. المهم لان او بسبب، لو شفت حد من السبعة دول وسألك ده بيعبر عن ايه، قول له cause. ما لقيتش cause هتلاقي reason، بيعبر عن السبب. طيب بعد كده اخر حاجة معانا، الروابط التي تعبر عن الريزلت او الافكت. اي واحدة فيهم صح، معناها النتيجة او الاثر، اللي هم معناهم لذلك. اللي هم مين بقى؟ so وtherefore وconsequently وas a result. الاربعة دول معناهم لذلك، لذلك. في واحدة نسيت اضيفها عليهم اسمها that's why، that's why ده مهمة جدا. that's why دي، that's why برضو معناها لذلك. بعد اذنك الله يكرمك ضيفها عندك في الورق. that's why يعني لذلك، هي اخرى so وtherefore وconsequently وas a result وthat's why. لو شفت حد من الخمسة دول معناهم لذلك، لو قال لك دول بيعبروا عن ايه او واحدة منهم بتعبر عن ايه، روح قول له result، النتيجة. ما لقيتش result هتلاقي effect، يعني النتيجة او التأثير. وبكده اكون لفت لك السكيلز بتاع التلات وحدات لفة حلوة زي الباشا، وهتلاقي الورق عندك مرفوع على المنصة. ذاكر وظبط نفسك عشان لما نيجي نحل، واحنا بنحل في أسئلة مهارات، وتبقى حضرتك مستوعب ومركز معانا وشايف الدنيا. في حاجة كمان عايز اضيفها، مهارة التابلويد والبروتشيت. تابلويد والبروتشيت ليه بقى يا مستر؟ ما هي اصلا مهارات، ما احنا عارفينها يا مستر، انا عارف ان انت عارف. تابلويد دي قلنا دي الصحف الصفراء، صحف صفراء، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صحيفة صغيرة، ما هياش بالحجم الكبير، الورق بتاعها صغير، مليانة صور، بتتبنى اخبار المشاهير وحاجات تافهة كده علشان خاطر تبيع ايه؟ وتبيع عدد كبير من النسخ. اما بروتشيت دي بقى اسمها الصحف الرسمية، الصحف الرسمية دي بتتبنى الاخبار الجادة، وكمان الورق بتاعها الحجم الكبير، ورق حجم ايه؟ حجم كبير، بتتبنى الاخبار الجاده، ما بتاخدش اشاعات ملهاش دعوه بالمشاهير، هي مهنيه وموضوعيه اوبجكتيف، بتاخد الخبر كخبر علشان تنقله للقارئ وبس، مش علشان الاثاره. انما التابلويد الغرض منها الاثاره علشان خاطر تبيع ايه؟ تبيع نسخ، ويبقى انت كده معاك كمان بالمره التابلويد والايه؟ والبروتشيت، علشان نبقى خلصنا تماما من الثلاث وحدات دول مهارات بالكامل. اي سؤال يجي فيهم ان شاء الله نبقى عارفين ان احنا نجاوبه، او حتى لو قابلنا منهم حاجة واحنا بنحل في المراجعة نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه ومظبطين الدنيا، وفي نفس الوقت منديك خلاصة. عايز تفاصيل وعايز كلام اكتر وعايز معلومات اكتر، الورق مرفوع عندك على المنصة، المهارات بتاعت السنة كلها كاملة عندك، هتلاقي دول اول حاجة فيهم ان شاء الله رب العالمين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال الثانوية العامة وحوش المذاكرة، يلا يا شطار، جبنا لكم السكيلز المهارات بتاعت يونت 4 ليونت 6 كاملة. وخلي بالك كمان لحقت لك اللي انا فوتته من الوحدة الاولى والتانية والتالتة. ليه؟ لان انا بصراحة كنت متشكك لغاية اخر لحظة ان ممكن يجي سؤال مهارات في الامتحان بعد ما حطوا مقال وقصة، لكن فوجئنا بان الاسئلة بتاعت معانا تلات اسئلة مهارات برضو. فعايزين بقى نأكد على موضوع البانكتويشن او الترقيم. ادي اول حاجة في الكابيتال ليترز، الحروف الكابيتال لازم تبقى اول حرف في اي جملة،
اسم انسان الالقاب، الالقاب زي مستر، زي بروفيسور، زي كينج، زي بريزيدنت، لقب. البحار، المحيطات، البحيرات، الانهار، الجنسيات، الاماكن المشهوره والشركات، المؤسسات واللغات، ايام الاسبوع والشهور والمدن والعواصم والدول والقارات والماركات الشهيره، اي ماركه، اي حاجه براند يعني. اختصارات الدول والمؤسسات زي مثلا ARE، جمهوريه مصر العربيه، زي يونسكو، منظمه اليونسكو، دي مؤسسه او منظمه. الضمير اي اللي معناه انا لازم يبقى كابيتال بدايه الجمله داخل علامه التنصيص، جوه علامات تنصيص، طالما اول الجمله يبقى كابيتال. الابوستروفي، الابوستروفي اللي هي بحطها في ابوستروف اس الملكيه، مع اختصارات الضمائر زي ايام مثلا، مع الافعال والنفي المختصر زي كانت وازنت وارنت والناس دي تحط لها ابوستروف. الكوما، الكوما قبل المنادى لو جاي في اخر الجمله حط قبله كوما، لو المنادى في اول الجمله حط بعد منه كوما. كلمه بليز لو جايه في اخر الجمله حط قبلها كوما، بليز لو جايه في اول الجمله حط بعدها كوما. السؤال المزيل قبل السؤال المزيل لازم كوما، بين الجملتين بعد الروابط، يعني مثلا لما اقول if you study hard، لو ذاكرت بجد you will succeed، شوف بروح حط حاطط كوما وبعدين ابدا الجمله الثانيه. طب لو الرابط جه في النص، لا لو الرابط جه في النص ما تحطش الكوما خلاص، لان الرابط بيفصل. بعد الظرف اذا جاء في اول الجمله، يعني مثلا الجمله قدامك بادئه بانفورشنيتلي، لسوء الحظ، احط كوما. بعد يس ونو وعبارات القبول والرفض والاستئذان زي كلمه اكسكيوز مي تحط وراها كوما. قبل علامات التنصيص او بعدها اذا جاءت في اول الجمله، يعني مثلا لما اقول علي سد، علي قال كوما، وافتح علامه التنصيص واقول، يبقى الكوما تتحط هنا. طب لو علامه التنصيص، لو الجمله الخبرية أو علامات التنصيص بقى قدام مش ورا، حط الكوما وراها. للفصل بين القوائم، يعني الفصل بين القوائم؟ يعني ما زاد عن كلمتين من نوع واحد. هي بوت، هو اشترى، اشترى ايه يا عم؟ لحماوي، سمك، وفراخ، يبقى انت هتحط كوما بين العناصر بتاعت القائمة دي، بشرط ان ينفع ان انت لو جيت قبل الاخير حطيت اند ما حطيتش قبلها كوما صح، او لو حطيت قبلها كوما ينفع الاتنين صح. هي بوت ميت فيش اند تشيكن، رحت حاطط كوما هنا وما حطيتش قبل اند، تنفع. وينفع ان انت تقول هي بوت ميت، اشترى لحمه وسمك وبعد لحمه كوما وبعدين سمك كوما، وقبل اند ينفع تحط كوما، ينفع تحط قبل اند كوما وينفع ما تحطش. الكولن بقى او النقطتين فوق بعض دي مهمه جدا، علشان بتيجي اسئلتها كتير والناس مش عارفه بتستخدم في ايه. الكولن دي او النقطتين فوق بعض ياتي بعدها تفاصيل ما قبلها. ان اي سي المقاله هاز 3 بارتس، لها 3 اجزاء. هبدا اقول تفاصيل، احط نقطتين فوق بعض واقول انترو، المقدمه، البادي، والكونكلوجن، كده مظبوط. بس في غلطه بقى الناس بتعمل ايه؟ يقول لك ان اي سي هاز المقاله بها، ويروح حاطط لي نقطتين فوق بعض، كده غلط. ليه غلط؟ ليه؟ لان انت ما بتحطش الكولن الا لما يكون معنى الجمله الاولى مكتمل. يعني زي ما انا قلت كده فوق، ان اي سي هاز 3 بارتس، المقاله ليها 3 اجزاء، كده معنى مكتمل خلصان، احط بعد منه النقطتين وافصل. لكن هنا تقول لي المقاله تملك وبعدين تروح حاطط لي المفعول وبعدين تحط لي بينهم كولن، لا يا فندم كده مش مظبوط. طيب ناحية اليمين عندي ايه تاني؟ عندي الفصلة المنقوطة برضو هامة جدا، الفصلة المنقوطة او السيمي كولن، او لها نطق تاني سيماي كولن. من الاخر كده تستخدم بدل الرابط، يعني بدل الرابط. بص الجملة دي، هي از ريتش، هو غني، بط، هي از مين، ولكنه بخيل. ايه رأيك هكتب نفس الجملة بس هشيل بط واحط بدلها السيمي كولن. هي از ريتش، هو غني، واحط الفصلة المنقوطة بدل الرابط واقول هي از مين، هو بخيل. تستخدم برضه لتوضيح وشرح ما قبلها. I don't have money، ما معيش فلوس، واروح حاطط فاصلة منقوطة عشان اوضح لك انا ما معيش فلوس ليه. Someone stole it، واحد سرقها. وبرضه لو حسيت بالجملة دي كويس هتلاقي ان اصلا السيمي كولن دي اجت بدل بيكوز، يعني برضه جاية بدل رابط. وممكن تستخدم قبل كلمة however، مع ذلك، وبعض الروابط الظرفية زي كلمة for example و consequently. يعني مثلا اقول ايه؟ هي is tall، هو طويل، واروح اعمل فاصلة منقوطة واقول however، ومع ذلك he can't reach the fan، ما يقدرش يوصل للمروحة. طيب
بس خلاص كده خلصت علامات الترقيم بمنتهى الاختصار. عندي برضو حاجة كانت منسية من الثلاث وحدات الأولانيين، التابلويد والبروتشيت، وأنا شرحتهم. التابلويد ده قلنا الصحيفة الصفراء أو الصحف الصغيرة، ايموشنال عاطفية، بايسد متحيزة، شورت الكلام بتاعها قصير، شورت سنتنسز الجمل بتاعتها قصيرة، سمولر ان سايز صغيرة في الحجم عن الجرايد الرسمية، فيها اكزاجيريشن مبالغة، بتجيب رامرز إشاعات، وبتهتم دايما بالسليبرتيز أو المشاهير. نيجي على البرود شيت بقى او الصحيفه الرسميه، فورمال بتبقى رسميه، فول سايزد بيبر يعني الورق بتاعها الحجم المقاس الكبير، فاكتس بتتكلم دايما عن الحقائق، لونجر سنتنسز الجمل بتاعتها اطول، بتهتم بالايفنتس الاحداث اللي بتكون ناشونال قوميه او انترناشونال عالميه. حاجه تانية كده على السريع ملهاش لزوم قوي، المقال بتاع المميزات والعيوب او الادفانتجز اند ديس ادفانتجز، المقال بتاع المميزات والعيوب ماله دوت. مقال المميزات والعيوب الادفانتجز والديس ادفانتجز اساي زيه زي اي مقال، مقدمه وموضوع وخاتمه عادي جدا، بس له بعض الاساليب الخاصه اللي يفضل انك تستخدمها. يعني ايه يا مستر اساليب خاصه؟ يعني مثلا طالما هتتكلم عن مميزات وعيوب يبقى تقول لي اون ذا وان هاند من ناحيه، on the other hand من ناحية أخرى، بعض الأساليب اللي تستخدمها، the best thing about كذا is كذا، أفضل شيء بخصوص الموضوع ده هو كذا. طب وأنتقل بقى على العيوب أقول the worst thing، أسوأ شيء about كذا is كذا، أو ممكن تقول the advantages of كذا are، مميزات تكون، أو the disadvantages of كذا are، العيوب بتاعته تكون. مش حاجة يعني مهمة ولا قوية، بس يعني حبينا نقولها برضو من باب العلم بالشيء علشان التلامذة ان هي ايه تكون عارفاها، بحيث انه لو جه فيها اي سؤال نبقى مغطيينه يعني. طيب نيجي بعد كده للايميل، ومن هنا بقى بصراحة بداية الايه الوحدات اللي هي الرابعة والخامسة والسادسة. الايميل بينقسم الى قسمين، انا معرفتش اعمله مايند ماب كده او اعمله بتخطيط معين، لان الورق زي ما انتوا شايفين انا مصغر الخط ولامم الورقة على الاخر علشان خاطر ما تطلعش كتير وتكون مختصرة. المهم الايميل ينقسم الى نوعين، منه الايميل الرسمي والايميل الغير رسمي. تعال ما نشوف الفورمال ايميل او الايميل الرسمي تعريفه ايه. هو عبارة عن فورمال رايتنج، كتابة رسمية straight to the point، على طول الى مهتمة بالنقطة المحددة، او straight to the point يعني داخلة في الموضوع مباشرة. written in a passive tone، مكتوبة بصيغة المبني للمجهول. يعني مثلا لما اقول ان الطلب دوت مطلوب منكم هقول this request is required او this order is required، ما تقولوش ما توجهلوش امر مباشر حضرتك، حاول ان انت تتكلم يستخدموا صيغة الباسيف فيه او صيغة المبني للمجهول علشان خاطر يدي ايه زيادة في الاحترام والادب. المقدمة بتاعته او اوله مفروض انك تكتب دير زائد اللقب زي مستر فلان مثلا واسمه احترام قوي، زي مثلا دير مستر احمد، زي دير سير مدام، السيد او السيدة العزيزة، جميل جدا. بعد اذن حضرتك لا تستخدم فيه الاختصارات، ما تعمليش حاجه بالابوستروف contractions، imperatives ما تستخدمش فيه صيغه الامر، ما توجهش فيه امر او نهي، or abbreviations ما تستخدمش الاختصارات. زي ايه يا مستر؟ يعني ما تقوليش كانت كده، لا اكتبها كان نوت. stop ما تقولوش توقف، لا 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 ما توجهلوش اوامر. PLZ اللي هي اختصار بليز، لا اكتب له بليز بالشكل ده افضل. الايميل الرسمي لا يستخدم فيه الاختصارات. طيب الخاتمة بتاعته أختم بإيه؟ ساين أوف وذ، الآخر، أوقع أو أمضي أو أكتب الختام بتاعه بإيه؟ عندي حاجات رسمية زي ريجاردز تحياتي، يورز سينسيرلي أو يورز فيثفولي يعني المخلص، أو أقول له بيست ويشز أطيب الأمنيات، أو أقول له ثانك يو شكرا. طب في الإيميل الغير رسمي عكس الكلام ده تماما. الانفورمال إيميل، الإيميل الغير رسمي بقى انفورمال رايتنج، هو كتابة غير رسمية with descriptive words، بستخدم بقى كلمات وصفية كتير، ما أنا بكلم صاحبي بقى هرغي معاه. written in active tone مكتوبة بقى مش بالصيغة المبني للمجهول، مكتوبة بالصيغة المبني للمعلوم، وهوجه فيها أوامر وهعمل اللي أنا عايزه. يعني مثلا البداية بتاعته بدل ما أقول دير سير مدام هقول هالو، هقول هاي، هقول هي كمان زائد الاسم. أستخدم فيها الكونتراكشنز، يو كان يوز، تقدر تستخدم الاختصارات وتستخدم الامبيراتيفز والأمر والنهي وصاحبك بقى، أند أبريفيشنز والاختصارات. يعني كانت تنفع صح، وستوب هقولها له براحتي، وبي ال زد اختصار بليز بكيفي.
طب اختم المقال الايميل الغير رسمي ساين اوف بايه؟ بدل ما اقول له بقى يورس فيسفولي ويورس سنسيرلي والكلام ده، هقول له باي، هقول له باي باي، اقول له سي يو ليتر اراك فيما بعد، اقول له توك تو يو ليتر اكلمك بعدين، انا حر انا وصاحبي بقى. بس خلاص يا باشا، تعالى على السي في او الكاريكولام فيتاي او الريزومي، كلهم صح. سي في هي اختصار كاريكولام فيتاي، هي زي ريزومي، ريزومي دي بس امريكان انجلش بيقولوها في امريكا. والسي في او الكاريكولام فيتاي بتتقال في بريطانيا، المهم كلهم معناهم السيره الذاتيه. عباره عن ايه السيره الذاتيه؟ ليك تعريفين عندي يا عم. التعريف الاولاني a document، وثيقه، used when applying for a job، تستخدم للتقديم لوظيفه. بتعمل ايه؟ it summarizes، تلخص، your skills، مهاراتك، qualifications، مؤهلاتك، and experience، وخبرتك. طيب في تعريف تاني؟ انت كنت بتقول في تعريف تاني، تعريف اخر للسيره الذاتيه a short written document، وثيقه مكتوبه قصيره، that lists، تدرج في قائمه، your education، تعليمك، skills، مهاراتك، and previous jobs، والوظائف السابقه، which you send to employers، بتبعتها لاصحاب الشركات، when you are looking for a job، لما بتكون بتدور على وظيفه. طب السي في دي اقسامها ايه؟ والله ليها اربع خمس اقسام مشهورين كده. اول قسم واهم قسم واشهر قسم contact details، تفاصيل التواصل، بياناتك اللي فيها اسمك وعنوانك ورقم تليفونك عشان لما يعزوك يتصلوا بيك. بتتحط فين؟ on the top left، هنا في تي، on the top left corner، في اعلى الركن الشمال. it includes، تتضمن، your name، اسمك، ادرس، عنوانك، phone number، رقم تليفونك، and your email address، والعنوان البريد الالكتروني. بعد كده القسم الثاني اسمه skills section، اللي هو قسم المهارات. قسم المهارات السواقه، بتعرف كمبيوتر، بتعرف لغات، such as computer، زي الكمبيوتر، driving، السواقه، and language skills، ومهارات اللغات. ثلاثة work experience، القسم الثالث اللي هو خبره العمل، خبرتك ايه. in this section، في هذا القسم، you include، بتدرج، any previous jobs، اي وظائف سابقه، with date، بتاريخها، كنت شغالها امتى، and place of work، والمكان اللي كنت شغال فيه. القسم الرابع برضو من اهم الاقسام، اللي هو qualifications او education section، قسم المؤهلات والتعليم، الشهادات اللي انت واخدها. you list all previous education، بتدرج فيه كل التعليم السابق، like university level، زي الدرجة الجامعية، certificates، اي شهادات او كورسات خدتها، diplomas، لو انت عامل دراسات عليا وعامل diploma، and degrees، والشهادات او الدرجات العلمية. بس كده نيجي على الريفلكتيف ايسي، المقال التأملي. في نوع من انواع المقالات اسمه تأملي يا مستر. ده describes a past event، بيوصف حدث من الماضي، حاجة انت مريت بيها بتوصفها. طب ما يا مستر ده ما يبقى descriptive كده، وصفي. descriptive ده لما توصف مكان او انسان، حاجة بتوصفها بتستخدم فيها الصفات. هنا الوصف بوصف التجربة السابقة ليا، or experience، او خبرة او تجربة مريت بيها. you analyze، بتقعد تحلل، and reflect، وتتأمل on it، تتأمل في التجربة دي. ليه بتأمل؟ ليه؟ to learn a lesson، عشان تعلمنا درس، or make use of، او تحسن استخدام او تستغل previous situation، موقف سابق. اتصدق انا مريت بتجربة المنصة بتاعت مستر عواد، بصراحة كان في ليها مميزات كذا وكذا وكذا، وعيوب كذا وكذا وكذا، وانا كان مفروض برضو اعمل كذا، لو كنت عملت الحاجة الفلانية دي كان بقى احسن، وان شاء الله لو انا اتعرضت للتجربة دي بعد كده ان شاء الله هكون حاجة احسن، لان انا استفدت من التجربة القديمة. فاهم بتعمل ايه؟ انت مش بتوصف حاجة، انت مش بتوصف وصف، يعني تقعد تقول لنا طويل وقصير وتخين ورفيع وجميل واخضر واصفر واحمر، لا، انت بتوصف التجربة علشان تطلع منها درس مستفاد. ولذلك it can be about، ممكن الرفلكتيف ايسي ده ممكن يبقى عن ايه؟ a real experience، تجربة حقيقية مريت بيها، a place you visited، مكان زرته، something you، حاجة انت read، قريتها، watched، اتفرجت عليها، اي تجربة مريت بيها، بغرض انك تفيدنا وتستفيد، تطلع الدروس المستفادة من الحاجة اللي انت مريت بيها، مش وصف وبس. وبالتالي كده اكون خلصت مع حضرتك كل المهارات اللي مطلوبة مننا من يونت 1 لغاية يونت 6، نص المنهج مباشرة على بعضه، في اربع ورقات، ورقتين حضرتك خدتهم قبل كده، ودول الورقتين التانيين وجايين لكم في الباقي. وما تنساش
احنا مع بعض لاخر المشوار، واي سؤال عند حضرتك انا تحت امرك، وادعو بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال الثانويه العامه وحوش المذاكره، دلوقتي يا شباب جايين نشرح لكم الخلاصة بتاعت المهارات بتاعت من يونت 7 ليونت 12. يعني خلاص كده السنة خلصت مهارات، من الوحدة 7 للوحدة 12. أول حاجة عندك حاجة اسمها تيكينج نوتس، تدوين الملاحظة. يعني تدوين الملاحظات يا مستر؟ ممكن تبقى بتاخد محاضرة أو درس وعايز تدون الملاحظة أثناء المحاضرة، لها مهارتين الموضوع ده. مهارة ملاحظة العبارات الدلالية. يعني ايه العبارات الدلالية يا مستر؟ تلاقي المستر في اخر الفيديو، المستر عواد في اخر الفيديو بتاعه بيقول لك وان شاء الله نشوفكم على خير قريب كده، دي دلالة على ايه؟ على انه خلص ان شاء الله النهاردة يا شباب. في الفيديو بتاع النهاردة عايزين يبقى كده بيبدأ دلوقتي، ينتقل بيكم من الفقرة دي للفقرة التانية، يبقى كده بينقل. يبقى تدوين الملاحظات له مهارة اسمها مهارة ملاحظة العبارات الدلالية. العبارات الدلالية بالانجليزي اسمها ساين بوستنج لانجويج، دي تحفظها لي كويس لانها مهمة. عبارات دلالية زي ايه؟ زي ما بقول لك كده، ان احنا هنبدأ ان شاء الله المحاضرة النهاردة نتكلم عن كذا، وهنختم ان شاء الله بكذا، وننتقل دلوقتي اخدكم من الدرس دوت للدرس التاني، يبقى كده هنتنقل. المهارة التانية مهارة متى تقتبس الكلام نصا او تعيد صياغته. يعني الدكتور مثلا عندك في الجامعة او المدرس بيقول كلام، انت عايز تاخد الكلام ده ان انت تاخده يا اما بالنص، يبقى اسمه كووتينج، بتقتبسه بالملي من غير زيادة ولا نقص، او تاخده بارافريزنج. البارافريزنج عبارة عن ان انت تعيد صياغة الكلام، يعني تلخصه باسلوبك انت، تاخد الكلام المحوري والهام فيه وتحط عليه اسلوبك. اهو بيقول لك ساين بوستنج لانجويج، اللغة الدلالية. They are the words or phrases that the speaker uses to، اهي اللغة الدلالية او العبارات الدلالية اللي انا قايلها لك فوق بشرحها لك تحت اهي. بقول لك هي عبارة عن الكلمات أو العبارات اللي المتحدث بيستخدمها علشان إيه؟ let you know what he is going to talk about، يعرفك هو هيتكلم عن إيه، أو يستخدمها علشان highlight important information، يوضح بيها أو يبرز المعلومات الهامة، أو move to another point، ينتقل إلى نقطة أخرى، أو إنك يقول لك إن المحاضرة خلصت، the lecture has finished. طب ايه بقى مهارة الكوت والبارافريز؟ ان انا اخد العبارة بالنص، كوت when you need to remember the words exactly as the speaker said them، تحب تفتكر الكلمات زي ما المتحدث قالها بالظبط، او انك تعمل بارافريز يعني تعيد الصياغة او تلخص. when you don't need to remember the exact words، لما ما تكونش محتاج تفتكر الكلمات بالظبط، so use keywords، استخدم كلمات هامة from the speaker من المتحدث، to write your words، تكتب بأسلوبك أنت. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية الدرس ده مهم، اللي هو making presentations، تقديم العروض التقديمية. إيه العروض التقديمية دي؟ واقف قدام جمهور وبتتكلم ومعاك باوربوينت وبتشرحه للناس. العروض التقديمية عبارة تعرفها أهو، a presentation عرض، تقديمي is عبارة عن إيه؟ speech كلمة، or talk أو حديث، in which a new idea في فكرة جديدة، product منتج، or work أو عمل، is shown يتم عرضه and explained ويشرح to an audience قدام جمهور. أهم أساليب العرض، الحاجة دي في غاية الأهمية، السؤال البلاغي ده. وأنت بتتعرض قدام الناس وانت بتشرح لهم حاجة، بتستخدم اسلوب علشان تلفت انتباه الناس اللي قدامك، اسمه السؤال البلاغي. يعني ايه السؤال البلاغي ده يا مستر؟ البلاغة دي عندنا في العربي، السؤال البلاغي هو سؤال انت مش محتاج عليه اجابة، لكن بتستخدمه علشان تلفت انتباه الناس. It's a question، عبارة عن سؤال، that you don't expect to get an answer to، مش محتاج او مش متوقع انك تحصل له على اجابة. You use it، بتستخدم السؤال ده to draw the attention، عشان تلفت انتباه of your audience، الجمهور بتاعك. حاجة تانية بستخدمها في العرض التقديمي اسمها using visual aids، استخدام الوسائل البصرية. using a picture، استخدم صورة، photo،
اور دياجرام او رسم بياني كده تعرضه قدام الجمهور بتاعك يثبت المعلومة في دماغهم ويخليهم ملتفتين معاك. الاستراتيجية الثالثة pausing for seconds، ان انت تتوقف لمدة ثواني. طب وانا اتوقف ثواني ليه يا مستر وانا بشرح للناس؟ اتوقف ثواني علشان اسيبه يفتكر المعلومة علشان تلزق في دماغه. After saying something that you want your audience to remember، تتوقف ثواني بعد ما تقول حاجة انت عايز جمهورك يفتكرها. برضو احد الاساليب في العرض التقديمي telling a story، لما تحكي قصة للناس. حكاية القصص للناس بيلفت انتباههم ويخليهم دايما مهتمين بمحاضرتك ويسمعوك. رقم 5 comparing things، انك تعمل مقارنة للاشياء. نهر النيل هو اطول نهر في العالم، واقعد بقى اقارن لهم بين نهر النيل مثلا ونهر الامازون والكلام ده، يبقى انا بعمل مقارنات. تعال بقى على الدرس الثالث معانا، الفورمال اند انفورمال انفيتيشنز، الدعوة الرسمية وغير الرسمية. لما تيجي تعزم واحد بطريقة رسمية لازم تعزمه بأدب ويكون في صياغة معينة. في ثلاث صياغات بستخدمها للعزومة الرسمية. في الفورمال اقول له we would like you to come to، نود منك ان تأتي الى، او اللي هي بتساوي it's our pleasure، من دواعي سعادتنا to invite you، ان احنا نعزمك to الى كذا. في طريقة تانية we trust that او we hope that، نأمل ان، والله نأمل ان انت تشرفنا. طب رقم 3 في الرسمي a reply letter to say whether you can go. شفت بقى من كتر الرسمية باعت مع الايميل نموذج رد اذا كان هيجي ولا مش جاي. شفت باعت معاه استمارة يرد فيها يقول جاي ولا مش جاي من كتر ما الموضوع رسمي. A reply letter، خطاب رد، to say whether you can go، اذا كنت تقدر تيجي، اللي هو بيساوي the attached RSVP form، استمارة الريسبوندي سيلفو بلاي، يعني لو سمحت الرد من فضلك. يبقى دي فين؟ في العزومة الرسمية. طب لو مش رسمية بقى وصاحبي، صاحبي عادي يا باشا عيش. informal بيقول له there isn't much time، مفيش وقت. It's a short notes، يعني مفيش وقت يا معلم، قربت يلا مستنيك. The plan is that، الخطة هي، انا بقول لك كده يعني انا ايه ضامن ان انت جاي جاي. The plan is that، الخطة هي كذا. That's what we would like to do، هذا ما نود ان نفعله. Let me know، ابقى عرفني، او tell me، اخبرني. وش كده عزومة غير رسمية بين الاصدقاء. طيب اخر حاجة writing a travel review. يعني ايه writing a travel review يا مستر؟ لما تحب تكتب عن زيارة لمكان، انت زرت مكان، رحت مكان تزوره، مفروض حضرتك تكتب، جاي تكتب عن المكان اللي انت زرته. اكتب ايه؟ give the main idea in the title، لو سمحت قول لنا الفكرة الرئيسية في العنوان بتاعك. زيارة الى حديقة الحيوان، a visit to the zoo، كده انا في العنوان لخصت لك. بعد كده تحكي وانت بتحكي في المقال بتاعك عن الزيارة why you visited، ليه انت زرت المكان. summarize your experience، لخص التجربة اللي مريت بها في المكان. what you liked or disliked، ايه اكتر حاجة حبيتها او اكتر حاجة ما عجبتكش. comment on the services and facilities، علق على الخدمات والمرافق المقدمة. التسهيلات والمرافق هناك حلوة، في حمامات، في اماكن للمعاقين، في كذا في كذا. علق على الخدمات والمرافق اللي قابلتها. شير هيلبفول تيبس، انصح الناس نصائح مفيدة. شير افوتو، لو عندك صورة ابقى ارفقها بالمقال بتاعك او حط صورة للمكان اللي انت رحته. اخر حاجة الميثز اند فيبلز، ودي كنا شرحينها في المنهج اصلا، الاساطير والحكايات الرمزية. بص يا باشا، الاساطير حكايات غير حقيقية وهمية، بتتكلم بقى عن آلهة ومخلوقات عجيبة، اللي هي عبارة عن old tales، حواديت قديمة، filled with magical creatures، مليانة مخلوقات سحرية، gods، آلهة، and mystery، وغموض. they are not based on facts، ليست مبنية على حقائق or reality او اي واقع. طب الحكايات الرمزية؟ لا، الحكاية الرمزية هي ممكن ما تكونش حقيقية، لانك مش هتلاقي الارنب بيكلم السلحفة ولا حاجة، بس الحكاية الرمزية عبارة عن short tale برضو، حدوتة قصيرة، told verbally، تقال شفويا، بتتحكي، تيتا تقولها لماما وماما تقولها لك، يبقى اسمها short tales، يعني حواديت قصيرة بتتقال شفوي بالبق، مش موجودة في كتب.
about animals عن حيوانات، أبطال القصة بتبقى حيوانات or plants أو نباتات. طب إيه الغرض إن أنا أحكي حكاية أبطالها حيوانات يا مستر؟ to extract a moral for life، علشان أستخلص درس أخلاقي مفيد للحياة. ودي كانت آخر حاجة بالنسبة للموضوع بتاع المهارات عندك السنة كلها، عملتها لك على 3 فيديوهات قصيرين، لخصت لك الثلاث وحدات الأولانيين والثلاثة التانيين والستة نص الترم الثاني أو الترم الثاني من الكتاب، الست وحدات كاملين من 7 لـ 12 قدام حضرتك في ورقة ونص أهم، ذاكرهم كويس علشان هتلاقي بعد كده نازل لك فيديوهات حل سكيلز نبقى احنا جاهزين ليهم ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.